في البداية نتحدث من بيروت إلى ديالة شحادة الخبيرة في القانون الجنائي المحامية السابقة في محكمة الجنايات الدولية. سيدتي أهلا وسهلا، والأسئلة واضحة ومحددة. قصف مباني إغاثية تابعة للأمم المتحدة تابعة لأونروا، هل هو جريمة حرب؟ نعم، هي جريمة حرب بكل تأكيد، وذلك بتعريف اتفاقيات جنيف الأربعة وأيضا بتعريف النظام الأساسي لروما المنشئ المحكمة الجنائية. ولحسم هذا الجدل في المادة التي تعنى بتعريف جرائم الحرب في النظام الأساسي لروما، نقرأ أن ما يعد جريمة حرب أيضا هو تعمد شن هجمات ضد موظفين، مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام. طيب، وهذا الأمر ينطبق أيضا على تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض التعليمية، سواء كانت تابعة لعمليات حفظ سلام أم لا. طيب، هناك سيناريوهان سيدة ديالة. السيناريو الأول الذي يتخذ يعني ذريعة أو يبرر في هذه الحالة هو أن ذلك تم عن طريق الخطأ، كما هو الحال في حالة بعض المباني الخاضعة للإعلام مثلا أو التابعة لمؤسسات إعلامية. في حال قصف أكثر من مرة لنفس المبنى أو لمباني مشابهة عن طريق الخطأ بين مزدوجين، هل تنتفي شبهة الخطأ وتصبح المسألة متعمدة وبالتالي تنضوي تحت البنود التي ذكرتيها للتو ولا لا؟ الزعم بمقول بعذر الخطأ، يعني أولا أن من قصف هذا المبنى لم يكن يقصد قصف هذا المبنى بالذات، أو لم يكن يعلم أنه مخصص لأغراض سلمية، لأغراض سلامية أو لأغراض تربوية، وبالتالي يجب أولا نفي أن هناك رصد متعمد لهذه المدرسة، وهذا أمر صعب جدا في إطار نزاع بين المؤسسة العسكرية الضخمة الإسرائيلية وفي منطقة يعني مكشوفة مثل غزة ومعروفة فيها الأهداف، وفضلا عن تكرار استهداف المؤسسات التربوية الذي ينفي طبعا وقوع الخطأ كما هو زعم الإسرائيلي. المنشآت المعيشية أو الإغاثية أو الخدمية، سواء التابعة للأمم المتحدة أو لمؤسسات إنسانية دولية أو محلية، في حال استخدامها وهي أيضا يعني الذريعة الأخرى، في حال استخدامها كمخازن للأسلحة أو لإيواء المقاتلين الذين تستهدفهم آلة عسكرية ما، هل يرفع ذلك الحصانة عن هذه المباني وبالتالي لا تسقط تحت هذه البنود ولا تعد جريمة حرب ولا لا؟ بتاتا هذا لا يرفع الحصانة، وإنما ينتقل الجدال القانوني هنا إلى مبدأ التناسب في حجم الضرر. يعني إذا كان هناك مستشفى فيها مستودع كبير للأخزنة، فيمكن لاستهدافها العسكري أن يأخذ بالاعتبار عدد المدنيين الموجود. يعني يمكن أن نفهم أن هناك مدني أو أكثر سقطوا كما يسمى بتداعيات جانبية، أضرار جانبية لهذه العملية العسكرية، ولكن أن يسقط عشرات من المدنيين قتلى أو جرحى في استهداف لمبنى حتى لو كان يستعمل جزئيا أو كليا بغرض عسكري، ولكن العلم بوجود مدنيين فيه واستهدافه بحجم لا يتناسب مع حجم أو عدد المدنيين الموجودين، هو أيضا جريمة من جرائم الحرب وانتهاك للأخلاقيات الحرب المتعارف عليها في القوانين الدولية. طيب، أونروا قالت إنها أخطرت إسرائيل أكثر من مرة بمواقع مبانيها وبالخدمات التي تقدم عبر هذه المباني. في هذه الحالة إذا كان هناك اتهام واضح للجهة بعينها بأنها هي من نفذت الهجمات على الرغم من إخطارها بمواقع هذه المباني، من الذي يمكنه أن يرفع المسألة لتقع تحت البنود التي تفضلت وذكرتيها قانونا؟ من الذي يمكنه أن يصعد المسألة لتحويل المسألة من الاتهام بارتكاب جريمة حرب إلى المقاضاة أمام الجهة المخولة بذلك وهي محكمة الجنايات الدولية؟ من؟ هناك نقطتين في هذا السؤال. النقطة الأولى هو زعم الإخطار أن تخطر مدنيين في منطقة معينة سواء حي أو مبنى حتى بضرورة إخلائه ليس أمرا يعني كالرن على جرس الباب، هناك أيضا له أصول ويجب منح وقت كافي للمدنيين لإخلاء المبنى إذا كان هناك ما يكفي للاعتقاد بأنه يستعمل لأغراض عسكرية. أيضا لا يكفي الزعم لا من أجل استهداف هذا المبنى. أنا أقصد أن الأونروا أدلت بتصريحات قالت فيها إنها أخطرت إسرائيل بمواقع مبانيها هي، مباني الأونروا، كي لا يتم استهدافها. في هذه الحالة من الذي يرفع القضية أمام الجهات الدولية لتحويلها إلى ادعاء عام بأن هناك جريمة حرب تم ارتكابها من أي جهة؟ نعم، هنا ممكن أن يكون هناك وسيلتين عبر القانون الدولي. الوسيلة الأولى هي تماما خارج عن ما يتم تداوله حاليا، وهو منظمة تابعة للأمم المتحدة ممكن لها أن تحتج على هذا الموضوع عبر الأمين العام أمام محكمة العدل
الدولية، لأنه تم استهداف أشخاص عاملين في الأمم المتحدة من قبل دولة هي طرف في الأمم المتحدة، وحسب شرع الأمم المتحدة جميع دول الأطراف في الأمم المتحدة الأعضاء أطراف هم أطراف حكما في المحكمة العدل الدولية التي تقوم بحل نزاعات بين الدول. هذا بالنسبة لي ما يمكن للأمم المتحدة أن تقوم به باعتبار أنها تضررت مباشرة من انتهاكات للقانون الدولي من إسرائيل. أما بالنسبة للجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين، ولا نتكلم هنا عن الضرر للأمم المتحدة، فهو أمر أيضا تم مناقشته كثيرا في الإعلام. يمكن هناك ثلاث طرق، أحد هذه الطرق حالة من مجلس الأمن. الطريقة الثانية دولة طرف ممكن لها أن تطلب من المحكمة الجنائية التحقيق في جرائم حصلت على أراضيها وفلسطين ليست دولة طرف، أو أن يتم التحقيق مع أشخاص حاملين لجنسية دولة طرف، يعني أحد المسؤولين الإسرائيليين أن يكون هو حامل لجنسية دولة أوروبية وعند هذه الحالة أوروبية أو طرف، يمكن للدولة المعنية أن تحرك التحقيق. وآخر الطرق هو أن تقوم الحكومة أي الحكومة الفلسطينية بتقديم ورقة قبول باختصاص لا يجعل منها دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، ولكن يسمح للمحكمة وتحديدا مكتب الإدعاء أن يحرك تحقيقا من تلقائه. وهذا حصل في العام 2009، ولكن لم تكن فلسطين معترف فيها كدولة في حين ذاك، وبالتالي يجب استكمال هذه الورقة بورقة جديدة أو يفضل ذلك. سيدة ديالة شحادة الخبيرة في القانون الجنائي المحامية السابقة في محكمة الجنايات الدولية، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم.